وتصدر مجموعته. بالمناسبة الكاف النهاردة كما كان متوقعا أصدر قرارا باعتبار نادي اتحاد العاصمة خاسرا أمام نهضة بركان 3-0. ما علمته أن اتحاد العاصمة سيتوجه إلى المغرب لمباراة العودة تفاديا لمزيدا من العقوبات. نتمنى كل الحاجات الصغيرة دي تنتهي على خير. كان عندنا النهاردة مباراتين في الدوري العام. بيراميدز بيواصل انتصاراته ونتائجه ورغم انه لعب 10 لاعبين بعد طرد رمضان صبحي مبكرا، لكنه ادي مصطفى صبحي حاجه حلوه، ابراهيم عادل حاجه حلوه، مصطفى فتحي حاجه حلوه، ابراهيم عادل حاجه حلوه. البيراميدز تقدم بهدف لكنه عن طريق ابراهيم عادل، لكن نجح سعيد الصندوري في الدقيقه 50 انه يسجل هدف التعادل، وبعدها كريم بامبو اللي متخصص التسجيل في الفرق الكبرى انه يسجل الهدف الثاني، تصبح النتيجة 2-1. بعدها بثلاث دقايق يرجع تاني مصطفى فتحي ينجح بتسجيل هدف التعادل، تسديدة تحفة من مصطفى فتحي، وبيسجل الهدف الثاني وهدف التعادل. بعدها بيتم طرد. الحقيقة الغريب جدا في اللقطة دي انه الحكم ما حسبهاش فاول اصلا يعني، وعادت ورمضان خرج غاضب، معرفش غاضب ليه، ثم ضربة جزاء في تهور من لاعب نادي البنك الأهلي، ينجح مصطفى فتحي في إدراك هدف الفوز رغم أن الفريق كان بيلعب بعشر لاعبين. وأنا بقول لك هو من دلوقتي بيراميدز السنة دي شكل تاني، بيراميدز من المرشحين الأقوياء للفوز ببطولة الدوري العام. في مباراة ابتسمت كثيرا لنادي طلائع الجيش، ودايما انا بشيد بإدارة نادي طلائع الجيش، دايما بشيد بست اللي هو ايمن المصري والكابتن عبد الحميد بسوني. ادي اسلام محارب في الدقيقة 6 من الوقت بدل الضايع بيسجل هدف الفوز الغالي جدا لطلائع الجيش في الدقيقة 6 من الوقت بدل الضايع، يرفع رصيده الى 27 نقطة من 17 مباراة، يرفع انتصاراته الى 7 انتصارات، وبالتالي ينجح فريق طلائع الجيش في اثبات انه فريق ليس بالسهل ابدا هذا الموسم. والله برافو عليك يا بسوني، برافو على نادي طلائع الجيش.